مملكة الشياطين الخمسة. تعتبر هذه المملكة في القوة أقوى من مملكة الجان، لأن الشياطين كمنصب أعلى من الجان. فقبل توحيد عائلة أشخور للبلاد، كانت الحروب مشتعلة دائما بينهم، فالشياطين أقوى في البنية، ولكن الجان يفوقونهم في العلم والسلاح، فاستخدموا عقولهم لهزيمة الشياطين. كانت البلاد يحكمها خمسة من الحكام مقسمون على خمس دول، جماعتهم وحدة الملك خافان. قد كانت في يوم من الأيام مثل المدينة المحرمة، ولكن لا تزال بعضها في فوضى وعدم اتباع للنظام، ولهذا اتخذ منهم خافان قائدا عظيما، وهو القائد خاجي، قائدا للجيش الشيطاني الأسود عديم الرحمة. أسماء الملوك الخمسة من الشياطين: الملك راخل، الملك شراعيل، زيبون، عنافير، وآساطر. هؤلاء هم ملوك الشياطين الخمسة، فهم أشرس الملوك، وجميعهم معروفون بشدتهم وقسوتهم. فكان من الواجب على من أراد أن يصبح ملكا للشياطين أن يقتل ألف نفس بغير نفس، ويحرقهم، ويشرب من دمهم، ويأكل من لحمهم. فملوك الشياطين يجب أن يكون قاسين نظرا للظروف البيئية التي يعيشون فيها. فكان كبيرهم والمسيطر عليهم هو الملك شراعيل. تكلم راخل: كيف وجدتم البيع اليوم؟ لا أعلم، وكأني أرى عدم الثقة في أعين القادة الستة. أما أنا فأقول أنه لن يصبح مثل أبيه العظيم خافان. أرأيت كيف كان مارد واثق من نفسه؟ فوالله إنه يفكر بشيء، وكيف من خرخيس أن يقبل ببيعتهم؟ لقد كان أبوه شديد الحذر منه، فمعروف عن مارد المكر والذهاء. والله يا إخواني، إنني أرى غير ذلك كله. الملوك الأربعة قالوا بصوت واحد: وماذا ترى يا عنافير؟ أنا أرى أن خرخيس خائفا جدا، ومن خوفه الشديد أصبح يتخذ قرارات طائشة. أتذكر حينما بايعنا أباه خافان؟ كان وحده بدون رفقة القادة الستة، أما خرخيس فجعلهم عن يمينه وعن شماله، وكأنه أراد أن يحس بالثقة بنفسه وبعزته أمامنا، وأيضا السماح للقادة الثلاثة المنفيين بمبايعته، ثم رفضه السلام وتقبيل مارد، وذلك خوفا من أن يقوم مارد باغتياله. هذا تصرف طائش أيضا، فإذا كنت ملكا فلا تخف، كن واثقا، وخاصة قائد مثل مارد لا يعرف الاغتيال عهده. في جميع حروبه كان يحب المجابهة. لا تنسى يا عنافير أن خرخيس لا يزال صغير السن، فلم يكن هو من رشح لولاية العهد، فلولا موت أخيه بذلك المرض وإخوته جميعا لكان لا يزال أميرا صغيرا. ولكن أليس من الغريب أن يموت جميع الإخوة العشرة ويبقى خرخيس حيا؟ فوالله إني لا أشك في موضوع موتهم، أيعقل أن يموتوا بنفس المرض؟ وحتى خافان مات بهذا المرض ولم يصب خرخيس، أيعقل هذا؟ لماذا يا شراعيل تقول ذلك؟ فوالله إني لا أرى في قلبك كلاما تريد البوح به. نعم، هناك كلام أريد البوح به، ولكن يجب أن نتعاهد الآن هنا أنه إذا سقط حكم خرخيس أن نظل مترابطين كي لا نزول نحن أيضا. ماذا تقول أيها المجنون؟ ومن يستطيع إسقاط حكم خرخيس؟ فالقادة الستة يستطيعون تدمير أي ملك. إخوتي، جميعنا كنا نريد الانقلاب ضد خافان، ولكن خفنا الإبادة. ولكن اليوم حصل معي شيء غريب. ماذا حصل يا شراعيل؟ كان مارد ينظر إلي وكأنه يريد قول شيء لي، فكانت نظراته إلي مريبة. أتذكرون عندما قال أريد الانصراف ولم يتناول العشاء؟ عند خروجه مر بجانبي ووضع شيئا أمام رجلي. خفت كثيرا أن يكون أحد القادة الستة أو الجنود السريين قد انتبه للأمر، وتصرفت ببرود تام. فتحتها هنا عند وصولنا وقرأت الرسالة،
فوالله كم هي خطيرة هذه الرسالة. وماذا كتب لك مارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الملك العظيم شراعيل، السلام على أتباع نور السماء. أريد أن أقول لكم أنتم الملوك الخمسة أنني سوف أسقط حكم خورخيس، فإما أن تساعدوني وإما أن تبتعدوا عن طريقي حين أهجم عليه، فلقد طال بنا الصبر، وكلنا يعرف أن خورخيس الفتى الطائش الضعيف لا يصلح لهذا المنصب، فإذا لم تكونوا معي فأنتم ضدي، فإذا كنتم معي ستسلمون من غضبي، وإذا كنتم ضدي ستنالون نصيب خورخيس من الهزيمة النكراء. والله على ما أقول شهيد، والسلام على من اتبع نور السماء. يا إلهي، ما به مارد يخاطبنا بهذه الطريقة التهديدية؟ أهو واثق من نفسه لهذه الدرجة؟ سمعتم نص الرسالة، فما أنتم فاعلون الآن؟ يبدو أن مارد واثق مما يفعل. ولماذا لا تكون خطة من خورخيس ليرى مدى ولائنا له؟ لا، لا أعتقد ذلك، فخورخيس ليس لديه تلك الخبرة بعد في أن يفعل خططا كهذه. يا إخوتي، ماذا يكون موقفنا الآن؟ أعطيت هذه الرسالة لملوك الجان أم خصنا نحن فقط؟ لا أعلم، لكن ملوك الجان ولاؤهم شديد لعائلة خورخيس، ولا أظن أن هذه الرسالة ستؤثر فيهم، وإنما سيبلغون بها خورخيس. لا أعتقد أن مارد تناساهم، فالجان أذكياء جدا ولهم من العلم ما يفوق قوتنا، ولا أعتقد أن مارد نسيهم. ملوك الجان السبع، إذا وقفوا مع خورخيس فلن نستطيع إسقاط حكمه حتى مع مارد. إذن يا عنافير، أنت تريد إسقاط خورخيس؟ نعم، أريد إسقاطه. وإلى متى سوف نقبل رأس ويد كل عائلة أشخور الملكية؟ نريد أن نكون ملوك أنفسنا، لا شخص يملكنا ونحن ملوك. أنا أتفق معك في هذا، ولكن أنتم تعلمون أن تقبيلنا له ليس مجرد ولاء فقط، إنما حمايتنا من كل شخص أو جيش يحاول مهاجمتنا. لا نريد الحماية منه، فلنا من الجيش ما نستطيع به حماية أنفسنا وأرضنا، فشكرا له. إذن يا إخوتي، مع من سوف تقفون الآن؟ ولكننا قدمنا لخورخيس عهد الولاء والطاعة، فمختومة بأختامنا. أنتم تعلمون ماذا يعني نقض العهد وعواقبه. نعم نعلم، ولهذا سيكون قرارا صعبا في اتخاذه. وإذا نقضنا العهد فالقانون وضع ليخالف. أجننت يا إسرائيل؟ والله لو نقضنا العهد وهزمنا ستقطع رؤوسنا. فلا تنسى القادة الستة، أنسيت الجيش الأسود والأحمر، فجيشنا لا يستطيع الصمود أمامهم، ونسيت الجيش الطيار أو جيش الحوريات، فخورخيس لا يزال قويا. وكيف سيخرج مارد من المدينة المحرمة والحراسات تحيطه من كل جانب، وبه من المصائد ما تستطيع قتل جيوشه كاملة؟ فكيف لمارد بالخروج إذن؟ وحتى إذا سحبنا حراسنا من المدينة سيبقى حراس الجان، وخورخيس سيشك بنا ويرسل جيوشه علينا، فهو متهور ولا يناقش أبدا. صدقت بهذا يا زيبون، كيف لم أفكر بذلك؟ إذن سأقول لكم الحل، ما رأيكم أن نقف في موقف وسط؟ فنحن لا نزال على بيعتنا للملك خورخيس، إذا رأينا مارد استطاع الخروج من المدينة المحرمة وسرفاغ ومرخوف معه وقفنا معهم، أما إذا رأينا مارد وأصحابه سقطوا في المصائد ولم ينجو الكثير منهم سنحاربهم ونكون مع خورخيس في ذلك الوقت. أما أنا أرى أن نقف مع خورخيس، فهو لا يزال الأقوى. لا يا ساطر، أنت لا تعرف مارد جيدا، فوالله إنه سيفعل ما أراد، ولهذا نريد أن نكسب رضاه.
إذن إذا أتى رسول مارد سأعطيه اللفافة. أعطوني أختامكم جميعا لختم الموافقة. وافق الشياطين الخمس على خطة مارد على أن يقفوا موقف الوسط، أي يقفون مع من ينتصر ويقتلون من سوف يهزم، ولكن في قرارة أنفسهم كانوا خائفين جدا لأنها ستكون أول عملية انقلاب في تاريخ عائلة آشخور.